أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحافة المساء، حيث سنتناول فيها أبرز ما تداولته الصحف المحلية والعربية والعالمية في الشأن اليمني. والبداية من موقع المهرية نت الذي سلط الضوء على تصريحات شيخ مشايخ محافظة سقطرى عيسى بن ياقوت الذي توعد ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي الممولة إماراتيا بالهزيمة والانكسار عقب محاولتها إسقاط مدينة حديب عاصمة الأرخبيل. بن ياقوت أكد أن الإمارات ستخرج من سقطرى تجر أذيال الهزيمة ولن يقبل اليمنيون بها، مضيفا أن مشكلة سكان سقطرى مع الميليشيا التي جرى استقدامها من الضالع وأبين. ويلفت بن ياقوت إلى أن ميليشيا الانتقالي جلبت أسلحة ثقيلة لإسقاط العاصمة حديبو، داعيا مشايخ سقطرى لتجنب الصراع وعدم الاقتتال، كما طالب القوات السعودية بالرحيل من الأرخبيل لعدم وجود ما يستوجب بقاؤها. وبحسب تصريحات بن ياقوت فإن هناك تبادل أدوار بين السعودية والإمارات لتمكين ميليشيا الانتقالي من إسقاط مدينة حديب. أورد موقع الخبر بوست تقريرا عن استمرار الإمارات وأدواتها في بذل كل الجهود لجر محافظة أرخبيل سقطرى إلى مربع العنف والاقتتال، ويضيف بأن الإمارات تضرب كل الاتفاقات التي تسعى لرأب الصدع عرض الحائط، إذ تسعى إلى خلق أمر واقع للأرخبيل من خلال تمكين الميليشيا والعصابات المسلحة وتقويض وتدمير مؤسسات الدولة. وبحسب الموقع فإن الإمارات لم تجد من خيار غير جلب ميليشيا من المحافظات الأخرى إلى سقطرى وشراء بعض قادة الجيش بالمال والعمل على إخلاق السكينة العامة ونشر الفوضى، لكن محاولاتها تفشل في كل مرة. ركز موقع الجند بوست على ارتفاع حصيلة وفيات الأطباء باليمن جراء مواجهة فيروس كورونا المستجد إلى 39 حالة. ونقل الموقع بيانا صادرا عن نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين تأكيده أن تزايد وفيات الأطباء يرجع لنقص وانعدام أدوات السلامة أثناء عملهم في المحاجر الصحية لمواجهة كورونا. ونعت النقابة في بيان الطبيب فهمي باكثير أخصائي طب الباطنية ومدير المجمع الطبي بمدينة سيئون في محافظة حضرموت والطبيب محمد العسالي مسؤول نقل العينات في إدارة الترصد الوبائي بوزارة الصحة أثناء مواجهة كورونا. وفي السياق ذاته أورد موقع المشاهد نت تساؤلا حول كيفية تأثير كورونا على تدهور النظام الصحي في اليمن. ويشير الموقع إلى أن ضعف القطاع الصحي بدا جليا مع الإعلان عن أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بحضرموت قبل أن تتسع رقعته إلى محافظات اليمن الأخرى. ويبين الموقع أن الحرب دمرت أكثر من 50% من المنشآت الصحية وتسببت لاحقاً بمغادرة أغلبية الأطباء من المشافي التي باتت تعمل بأقل من نصف كادرها الطبي. وبحسب الموقع فإن كورونا جاء ليزيد من تعاسة اليمنيين، إذ يستنفذ الخدمات الصحية المتواضعة التي لا تسد بالأساس حاجة المرضى، لا سيما من يعانون أمراضا مستعصية كالسرطانات والقلب والكلى. تطرق موقع الصحوة نت لوفاة 27 شخصا بمحافظة إب خلال الأيام الثلاثة الماضية بالأوبئة المنتشرة من بينها فيروس كورونا. ويضيف الموقع بأن الأشخاص توفوا في مختلف مديريات محافظة إب، بعضهم بفيروس كورونا وآخرون في منازلهم دون رعاية طبية، والبعض بأمراض وأوبئة أخرى.
وبحسب الموقع فإن محافظة إب تشهد انتشاراً كبيراً لفيروس كورونا بالتزامن مع تأكيد مصادر طبية تسجيل عشرات الإصابات والوفيات بجميع مديريات المحافظة. تطرق موقع المصدر أونلاين لقيام نساء بمكالمات الاحتيال التي تطلب من الأشخاص دفع أموال مقابل الحصول على مساعدات غذائية، ونقل الموقع بياناً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تأكيده أنه يدين بشدة أي شخص أو مجموعة تسعى لاستغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق مكاسب مالية. ووفقاً لمصادر مطلعة للموقع ذاته، فقد قامت مجموعة نسائية بانتحال صفة عاملات في منظمات دولية وأجرين مكالمات هاتفية مع مواطنين يعرضن خلالها حصولهم على مساعدات غذائية مقابل تحويلات مالية رمزية. وتشير تلك المصادر إلى أن تلك المجموعات النسائية الفردية قامت بالاحتيال على عدة أسر من خلال طلب تحويل مبالغ مالية مقابل صرف مساعدات غذائية بعد التحويل. نقل موقع الخبر بوست اتهامات أبناء محافظة المهرة للشيخ عبد الله بن عيسى آل عفرار بالتماهي مع مشروع ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا ومحاولة جر المحافظة إلى مربع الصراع كما فعل في محافظة أرخبيل سقطرة. يقول الموقع أن العديد من أبناء محافظة المهرة أكدوا أن قبائل المهرة لن تقبل مثل تلك الأدوار المشبوهة والتي تخدم مشاريع الانتقالي والهادفة إلى إدخال المهرة في الصراع. ويضيف بحسب وسائل إعلام تتبع ميليشيا الانتقالي أن ابن عفرار حضر اجتماعا مع قيادة انتقالي المهرة ناقلة عنه إشادته بما وصفه بالدور البطولي لانتقالي سقطرة وتأييده له. ووفقاً للموقع فإن ناشطين يرون أن بن عفرار يسعى لإنشاء ما يسمى قوات النخبة المهرية، وهو ما يتوافق مع مطالب قيادات ميليشيا الانتقالي بهدف جر المحافظة إلى مربع الصراع. لا تزال تداعيات حذف الأمم المتحدة للتحالف العربي بقيادة السعودية من قائمة منتهكي الأطفال، حيث تقول صحيفة القدس العربي إن القتلى من الأطفال في اليمن بلغ 395 طفلاً، في حين بلغ عدد الجرحى 2052، إلا أن التحالف بقيادة السعودية سحب من قائمة مستهدفي الأطفال في اليمن. تلفت إلى أن 4042 انتهاكاً فظيعاً تعرض لها 2105 طفلاً، منهم 451 طفلة، إذ تأتي ميليشيات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية وكلاهما يتبع الإمارات التي تقود التحالف برفقة السعودية في اليمن. وبحسب الصحيفة فقد ضمت القائمة السوداء عناصر القاعدة والميليشيات المؤيدة للحكومة بمن فيهم السلفيون واللجان الشعبية وقوات الحزام الأمني، فيما تم استبعاد السعودية تماما من القائمة. وتساءلت الصحيفة أين المنطق في هذا الترتيب، مضيفة عندما ضغطنا على السيدة غامبا لتقدم تفسيرا مقنعا أعادت مقالته السنة الماضية أنها مسؤولية الأمين العام، أما مساكين أطفال اليمن فمن يتحمل مسؤولية دمائهم؟ نشرت صحيفة العرب الجديد حواراً أجرته مع رئيس المركز اليمني الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري محمد المحبشي، حيث يقول فيه أن اقتصاد بلاده يمر بحالة انكشاف خطيرة بسبب تفشي تزوير العملات التجارية. ويشير المحبشي إلى نقطة مهمة تتعلق بأسباب انتشار ظاهرة تزوير العلامات التجارية، وهي الاستغلال البشع للحرب والصراع الدائر والانقسام في اليمن وغياب جهات وسلطات الضبط الرسمية. وفي رده على سؤال عن كيفية حماية الاقتصاد الوطني في ظل الفوضى، يقول المحبشي بأنه على المتضرر في أي منطقة التوجه إلى النيابات العامة والقضاء في حال تعرضه للاعتداء في العلامات والنشاط التجاري. نهاية برنامجنا من صحافة المساء لهذا اليوم، إلى اللقاء.